ابنه ما شاء الله تبارك الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. تينا الأسود الحماط إخوان في الطائف يقولوا له عليه حماط. أغلب الاستفسارات اللي جينا من الرياض من الشرقية بعضهم يقول لي اعطيني من التين الأحمر، طبعا احنا ما نسميه تين أحمر تمام، بعضهم يقول لك التين الأسود، لا احنا نسميه حماط، وهذا دارج الاسم ومعروف في مدينة الطائف. بعضهم يقول لك لا اعطيني من التين الحبات صغيرة، هذا هو طبعا احنا نقول له في النهاية حماط إخوان، هذا وقته ما شاء الله تبارك الله. طبعا في مدن كثيرة تشتهر فيها أو مناطق زي بني سعد الحماط حقها مشهور ما شاء الله، يعني تأكل وتستمتع فيه ما ودك توقف أكله. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، هذا التشقق كذا في الحبة مع كثرة الحلا، الله يبارك لنا ويبارك لكم. ما شاء الله تبارك الله، كثير من الناس يسأل هل توصل الرياض، توصل مكة، توصل جدة البرشومي مكشر؟ نعم نوصل بهذا الشكل، العلب تجي بهذا الشكل، شوفوا ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك لنا ويبارك لكم. مقشر جاهز مبرد يوصلك للأكل، الله يجعله بالعافية علينا وعليكم. حبايبنا هذا التوت البرشومي التوتي ما شاء الله تبارك الله، عليه طلب طبعا ذي من مزارع لمزارع. قوة اللون كله انه يصير كله أحمر من مزرعة لمزرعة من بيع لبيع، في بعضه ما شاء الله تيجي تكون ما شاء الله مصبوخ وفي حبات ما شاء الله، في لا لون فاتح شوية، لكن يوصل بهذا الطريقة مقشر جاهز، والله يوفقنا وياكم. طيبنا ما شاء الله تبارك الله، هذه دوب وجاية طازة ألف من ذكر الله ما شاء الله تبارك الله يا أخوان. شوفوا لما تشوفوا في الحماط ولا التين هذا التفزر اللي يجي زي كذا، هذا دليل على حلاوته ما شاء الله تبارك الله. شوفوا من بني سعد حتى الورق لسه أخضر ما شاء الله تبارك الله يا إخوان، لذة طعم ما شاء الله ألف من ذكر الله. بفكر لكم حبة يا إخوان، شوفوها كيف ما شاء الله تبارك الله. حبايبنا الله يوفقنا وياكم، اليوم راح عن بالي الناس أقول لكم هذا الخوخ يا إخوان، الخوخ البلدي الفركس ما شاء الله تبارك الله، في ريحة في طعم في لذة يا اخوان، انت ما تاكل بس تحطه جنبك تشم ريحة الخوخ، شيء 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 من الاخر. من الان ورايح عندك كمان شهر ان شاء الله موسم الخوخ، اول كانت الطلبات كلها تزعجنا يبغوا خوخ خوخ خوخ، ما في خوخ، الان موسم، الان يغطي الاسواق، يبدا شوية 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 ويبدا غالي ويبدا يعني اشياء تجي فيها فاخرة، بعد شوية شوية يرخص ويكثر، لكن هذا موسم، الشاهد اللي يحب الخوخ يا اخوان لا يقصر يطلب من الان ورايح ما شاء الله تبارك الله. ابنا يا اخي انا في شيء من زمان نسيته، العناب. شوفوا ما شاء الله تبارك الله، اليوم اخذنا بيعه احلى منها ما في ما شاء الله تبارك الله، والله يا اخوان اللون البني اللي مره زي كذا في طعم، والاخضر برضه في طعم في نكهه تمام. انا ما كنت احب يعني الفاكهه هذه كثير، لكن مع طلب الناس عليها وجينا طلبات عليها بشكل كبير العناب، صرت يعني استهواه، صرت احطه في السياره الواحد ياكل فيه في البيت. طبعا العناب فيه مشكله انه يستوي بسرعه، يعني زي ما انت شايف هذه خلاص غطيها بكره تلقى هذا الصف كله عنابي لونه، فهذا وقته يا اخوان، اللي بيلحق وقت العناب هذا وقته لا يفوته ما شاء الله تبارك الله، لا حول ولا قوه الا بالله. طبعا زي ما انتم شايفين اخوان ها شوفوا ما شاء الله الحبتين، هل كل الحبات تيجي بالحجم هذا؟ لا يعني لو انك بحثت شويه كذا، لو بحثت شويه تلقى في حبات صغيره، شوفوا شوفوا اخوان في فرق في الحبه شايفين، لكن في وفي ابغى اوريكم هذه الله تقرمش يا اخوان ما شاء الله تبارك الله، الله يبارك لنا ويبارك لكم، لذيذ يا اخوان لذيذ، اللي يحب العناب هذا وقته لا يتأخر علينا.